الحدود هي تلك الخطوط الخيالية التي تفصل بين جميع دول العالم. إذا كنت تريد أن تعرف أغرب الحدود حول العالم، شاهد معنا هذا المقطع. إليكم الحدود السبع الأكثر غرابة حول العالم. سبعة، الحدود بين إسبانيا والبرتغال. ربما تعد الحدود بين هذين البلدين هي الأكثر طرافة في العالم، نظراً إلى أنك تستطيع العبور من بلد إلى آخر بهذه الطريقة، وذلك عن طريق عبور نهر يانا من إسبانيا، ثم الهبوط في البرتغال بقفزة من مسافة 720 متراً وبسرعة تتراوح من 70 إلى 80 كيلومتراً في الساعة. 6. الحدود بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. لحظة، هل هناك حدود بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية؟ أجل، تقع هذه الحدود بين هاتين الجزيرتين الصغيرتين في مضيق بحر بيرنغ، بالإضافة إلى كون تلك المنطقة هي الحدود بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، فهي أيضاً الخط التاريخي الدولي، وهذا يعني أنه فيما تكون الساعة 9 صباحاً من يوم السبت في إحدى الجزر، تكون الساعة في الجزيرة الأخرى هي 6 صباحاً من يوم الأحد، أي ما يقارب يوماً كفارق في التوقيت. 5. الحدود بين الصين ومنغوليا. لا يبدو أي شيء غريباً في هذه الحدود، ولكن لحظة، ما هذا؟ اثنان من الديناصورات يقبلان بعضهم البعض. ليس هناك شيء غريب، إنه شيء معتاد قد نراه كل يوم. يقوم كل من تلك الديناصورات بالترحيب بمن يدخلون مدينة رينا، وبعد بضعة كيلومترات هناك بحيرة عثر فيها على مئات من عظام الديناصورات. في الحقيقة هي حدود عبارة عن حفريات ديناصورات في كل مكان. 4. الحدود بين هايتي وجمهورية الدومينيكان. أما الاختلاف في هذه الحدود فهو مذهل. يبدو أن جمهورية الدومينيكان تحافظ على أشجارها، ولكن هذا ليس الحال في هايتي. على الرغم من أن كلتا الدولتين يتشاركان الجزيرة ذاتها، فإنهما مختلفتان تماماً. تعد الدومينيكان من الدول الأكثر شهرة في الكاريبي، أما هايتي فهي إحدى الدول الأكثر فقراً في العالم. 3. الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. تعد تلك الحدود هي الحدود الأكثر مراقبة في العالم، وهذا لأن هاتين الدولتين عدوتان منذ الأزل. يفصل بينهما خط رفيع من الإسمنت مثل ما نرى في تلك الصور. من جهة يوجد جنود كوريا الشمالية، وفي الجهة الأخرى جنود كوريا الجنوبية. أما الأكثر غرابة وإثارة للدهشة فهو أن جنود كوريا الشمالية يقفون بظهرهم تجاه جنود كوريا الجنوبية، ويقفون هكذا طوال اليوم من دون حركة سنتيمترا واحدا. من دون شك إنها إحدى الحدود الأكثر غرابة في العالم. 2. الحدود الثلاثية. على مقربة من شلالات إيغوازو نجد الحدود الثلاثية، وهي منطقة في أمريكا الجنوبية تجمع بين ثلاثة من الحدود في جنة طبيعية قلما توجد في العالم. على اليسار توجد الأرجنتين، وعلى اليمين توجد البرازيل، وفي الشمال باراغواي، أي أنه يمكننا أن نرى ثلاث دول من نفس الزاوية. 1. الحدود بين بلجيكا وهولندا. من دون شك تقع الحدود الأغرب في العالم في هذه القرية المنقسمة بين هولندا وبلجيكا. في هذه الصورة نجد أن الجزء الأصفر ينتمي إلى بلجيكا، فيما ينتمي الجزء الآخر إلى هولندا. يوجد بهذه القرية خطوط مرسومة في كل مكان، لأن الحدود تخترق الشوارع والمنازل والمطاعم والمتاجر، وحتى هذا المقهى، حيث يدخل الزبائن المقهى في هولندا ويخرجون منه في بلجيكا. أما إذا اخترقت الحدود منتصف أحد المنازل، فإلى أي من البلدين ينتمي هذا المنزل؟ حسناً، ينتمي إلى الدولة التي يوجد بها باب الدخول. واعتماداً على الدولة، يتم تطبيق نظام ضرائب مختلف. أما إذا اخترقت الحدود منتصف الباب، فينتمي المنزل إلى كلتا الدولتين برقم لكل دولة وجرسي باب أحدهما لبلجيكا والآخر لهولندا. من بين هذه الحدود أي منها قد بدا لك أكثر غرابة؟ أخبرنا في التعليقات. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.